السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنىكم تكونوا كتشوفوا لا فيديو ديالتي وانتم في اتم الصحة والعافية. باين لكم من الصورة المصغرة ديال لا فيديو باننا غادي نخدموا دي براسلي ديال الحنة، مي غادي نخدموهم بواحد الشكل تقريبا غادي نقدروا نقولوا جديد ماشي بزاف، لان هاد الشكل تقريبا راه شي عامين هاد الحويجات باش خرجوا. ولكن بما اننا بغينا نخدموهم لواحد الاخت معنا في الجمعيه، بغينا نفرحوها الله يفرح كاع ان شاء الله البنيات كاملين اللي باقيين ما يديهم الحنه، ويسهل على كل واحد فاش ما بغى. دونك قلت علاش لا، غادي نتقاسمهم معكم. هو كان تحت الطلب، وفي نفس الوقت من جات هذه المناسبه هذه قلت علاش لا غادي نتقاسموا معكم، لانه ساهل وغير مكلف، وواحد يقدر ياخذه كمشروع رغم ان راه بزاف الناس اللي ما تعطاو ليه، ولكن راه دائما يعني هو هذه الحاجه راه خدامه على بريسك طول العام، واي وحده يعني حتى العروسه تقدر هي تصاوبهم بيديتها الا بغات تختار اللون ديال الثينته. غادي نحتاجو الثينتات بحال هكذايا، وغادي ناخذ انايا هاد لو غالون اللي فيه هاد الوريضات هادو، غادي نشبرهم وغادي نقطع هاد الوريضه. انا عندي الغرض هاد الوريضه هادي هي اللي عندي بها الغرض، فوالا ماشي شي حاجه كثيره. غنحتاجو لا كولا بيستولي، وغادي نحتاجو هاد البياسات هادو، حيت الجديد فهادشي هو هاد البياسات ديال بليكسي كلاس اللي هما خارجين ديكوب، وممكن تنكتبو فيهم هنايا السميه ديال العروسه، ونقدو نكتبو فيهم التاريخ ديال اما الخطبه ولا ديال العرس ولا ديال الصداق، ولا نكتبو اللي بغينا فهاد البلايص هنايا. وكاينين هاد الكخويتمات خارجين بزاف تشكيل، انا غادي نوريهم لكم في فيديو اخر. هاد الخواتم تما في لي ديمونسيون كبارين ولا صغارين على حسب اللي بغينا، نقدو نديرهم بوخت دراجي وتلصقوهم في المصحف. المهم هادو تما تيجيو زوينين، وهادو كنختارو يعني لي فورم ولا الاشكال كيف ما بغينا، اما نديرو قلب ولا نديرو مربع ولا مستطيل ولا شي حاجه زواقه سداسيه كيف ما بغينا. دونك كيف قلت لكم فيديونا ساهل بزاف وغير مكلف، واخا هاد البياسات بصراحه هما هي اللي شي شويه تيتقامو، لان كتقام كل واحد وكيحسبهم بصراحه. كاين اللي كيحسبهم بسبعة دراهم، كاين اللي كيحسبهم بتسعة دراهم، كل واحد وكيفاش كيحسب هاد البياسات هادو، ولا حسب حتى القياس ديالهم كل واحد بشحال تيحسبهم. دونك غادي نبداو على بركه الله. كيف قلت لكم ساهل هادشي، ماشي شي حاجه صعيبه. غادي ناخذ لاكول ابيستولي ديالتي وغادي نبداو ان شاء الله. دونك صافي غادي ناخذ لاكول ابيستولي كيف قلت لكم. انا درت فيها هنايا الشمع في الكلونا، كاينين دابا الشمع اللي كيتباع في الالوان هكايا، تيجي المنظر ديالو زويون. صافي غادي نجي الوسط ديال السينتا ديالتنا بحال هكذايا، نعلم هاد الوسط وبلا كولا بيستولي. الطريقه السهله المعتاده اللي كنخدموا بها، يعني حتى حاجه دابا راه ما بقات صعيبه، يعني راه اي واحد ولا اي وحده في البنات ولا كيف ما كانت ولا عروسه ولا ممكن تصوب هاد الشيء ديالها، هاد الشوره ديالتها راساتها. صافي غندير شويه ديال لاكول هنايا وغادي نلصقها في الوسط ديال الورده. نقدر نحط هاد القليب غير بوحديته في السينته، مي هاد الوريضه هادي كتعطي شويه الفوليوم للسينته ديالتنا وتتجي زوينه. دونك هادي هي الطريقه، راكم عرفتوا يعني خدمنا البراسليات ديال الحنه. عطا الله من دابا في الانترنت بزاف الناس اللي كيخدموا هاد لي براسلي ديال الحنه. الجديد اللي كان هو هاد البليكسي كلاس، وبطبيعه الحال كل واحد راه هو تيبدع راساتو في هاد الشيء اشنو اللي غادي يزيد الاضافات. ملي كنقول مشروع راه هو كيتمشى. مثلا يعني كفكره انا غادي نقول لكم غير الفكره ديالتي، مثلا ملي نكونوا حنا مسافرين لشي بلاصه، مثلا انايا كنخدم هادشي ديال المناسبات، غنشوف هذيك المدينه اللي انا سافرت فيها اشنو هو الجديد اللي هو يا كاين، شنو عندهم الجديد، اشنو اللي خارج في السوق، اشنو اللي ما كنت حليويه نمشي نشوف لي مول اللي هما عندهم اللي خارجين جديد، لي كاطو اللي هما خارجين، ناخذ افكار نستلهم، ومن ديك الافكار ديالهم نقدر انا تجيني فكره واحده اخرى، ولا نقدر نطبقها في مدينتي الطونكيه مازال ما كايناش عندي في المدينه ديالتي. فهمتوا؟ يعني فيما حنا خارجين، فيما حنايا مسافرين، فيما نحاولوا ما امكن نردوا بالنا لهاد الحويجات هادو. الوغ هادو هما اللي غادي نكمل انا بالنسبه للصحابات ديال العروسه. بالنسبه للعروسه انا غادي ندير ليها هاد الوريضه هادي، ماشي انا اللي صوبتها بصراحه، هادو الا شفتوها في ليل
هادوك اللي كيتباعوا في الزنقه يعني في عين هما الفيلولات ديال الشعر. انا جاتني الفكره علاش لا، باش يبقى البغاسلي ديال العروسه مميز، غادي نقطع غير بالمقص باش دغيا ما نبقاش مدبزه معاه وصافي، وغادي هو اللي غادي يلصق انايا العروسه. نحاول ما امكن باش ما نخسرش ليها التويشيه. هذه كفكره، نتوما بغيتو تصاوبوا ليها يعني لو بغاسلي الوريضه ديالتو، صوبوا نتوما الوريضه، ممكن تصوبوا الوريضه. دونك انايا هذه لقيتها في اللون اللي انا غادي نخدم به وعجبتني، جاتني زويونه هكذا، قلت علاش لا، هي اللي غادي نصاوب للعروسه ديالتنا ان شاء الله. ديما كنبغيو تكون العروسه مميزه ويكون الشكل الحويجات ديالها يكونوا بارزين على بالنسبه للحوايج ديال يعني الضيافه اللي تيكونوا. صافي غادي ندير ليها هاد اللعبه هادي. دونك هادو كيتبان لكم بانه راه هي هاد القليب هذا كيبان لكم راه باهت، هو نورمالمون فوق منه واحد البلاستيك كحمايه. غنحاول ما امكن، انا دائما عندي مشكل ديال الضفار، غادي ندبز معها. فوالا غنوري لكم شوفوا دابا كيفاش كتبان. انا غادي نزول هاد البلاستيكه هادي، شوفوا واحد البلاستيكه كتهز، فوالا كتولي هادي كتلمع. دونك هاد البلاستيكه ما تزولوها حتى النهار، بنهار النهار اللي غتكون فيه الحنه عاد نزولوها، باش حيت هادو سي فراجيل تتقدر تخدش لينا هكايا باي حاجه ممكن تخدش لينا وصافي، تجي هكا كيجي لو براسلي زويون بزاف. هنا كاين فكره واحده اخرى ولا هذيك اختياريه كاضافه، نقدروا نبتو هكا بحجيرات اما في الذهبي ولا شي حاجه، نعاودو نزينو يعني نعمرو هاد لو براسلي ديال العروسه. نقدروا حتى هادو بالنسبه لهاد لي براسلي ديال انايا، حيت ديما كنخلي دي زيشونتيون، نقدروا ندخلو بحال هنايا درنا هنا الخميسه ودرنا هاد لي بابيون انا اللي كنت صوبته، وهنايا في الجنابات نقدروا ندخلو العقيق، اما ندخلو العقيق هكايا ذهبي ولا ندخلوه في البيض لانها كيتماشى مع هكا الصفيفر كيف ما بغيتو. دونك شفتوا الفيديو ديالنا اليوم شحال ساهل، وكيف قلت لكم غير مكلف، وتاخذوه كمشروع زوين يعني ساهل 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 ماهل ساهل ماهل. حاجه انا اللي غادي ندير بالنسبه لهنايا لا فينيسيون، تقدروا تخليوه انه كنعقدوه، سينو نقدروا نديروا هاد انت وذكر ما عرفتش شنو كتسميوها هاد الطرطاقات هادو، كيجيو ساهلين يعني نديروا شي جوج باش غادي اللي جات اللي يديها شويه عامره ولا اللي يديها شويه ضعيفه تقدر انها لما جاتش في الاول جيها في الثانيه مثلا هكايا، ما بغيتوش ولا هاد لي كروشي هادو، هادي كفكره الا بغيتو، الا ما بغيتوش تتخليوها هكايا مطلوقه وكل وحده راه كتعقد العقده على حسب يديها. انا كملتهم ساهلين ما كيقبطوش الوقت في التصاوب ديالهم، وكيجيو زوينين بصراحه، كيجيو هماويين بحال دابا هادي ديال العروسه تجي هكدايا شوها، اصلا كتكون ديال داك الشمار على كتكون هازاه بالقفطان على وديت الحنه، دونك ديكو يعني كيبقى ليها لي سباس فين غادي دير هاد لو براسلي ديالها. وهادو حتى هما ديال صحباتها، حتى هما راه ممكن تجي هاد الوريضه هكذا كتجي رويقيه وتجي زوينه في اليديده. هنا غادي نوريكم كموسات ديال الحنه اللي بشكل عاوتاني شويه ماشي كاع جديد، يعني هادشي راه صراحة كنت مصاوبه شحال هذا وما كانش عندي الوقت انني باش نتقاسمو معكم. هادو كتاخذوا الثوب ديال المبره كتديوه عند الناس، اما تقطعوه نتوما يا دائري تتحرقوا له هاد الجنبات ديالو باش ما تيبقاش الثوب تيتشنتف، سينو كتديوه عند الناس ديال الليزر وتقطعوا لكم هادوك الدوائر دايرين مقادين تيحرقوهم بالليزر اصلا، وكتجي كيجيو مفينين في الجنبات هنايا. يعني نحاول نقرب لكم، كتجي هنايا لا فينيسيون اللي كتشوفوا بانها راه محرق، صافي كندخلوا فيهم هاد الخيط هكايا وهاد العقيقات وتيجيو على هاد الشكل هكا. زعما كنديروا فيهم السميه ديال العروسه باش كيمشي لينا لونسومبل ديال كيمشي لونسومبل كامل. انا ما حنت تقادوا لي هاد لي بياس بقاو لي شي 6 ولا 7، دونك ديكو عاد نزيد نكومونديهم حيت هادو حتى لاخر لحظه وصافي. انا غادي نوريهم لكم فواحد البلاطو اللي هما غادي يمشيو مواتين معاه.
هاني كملت البراسليات، جاو زوينين بصراحة، وكيجيو زوينين حتى في التصاور، كيجيو زوينين ملي كتكون العروسة وصحباتها كلهم لابسينهم في يديهم وكيتصوروا بهم، كيجيو زوينين. صوبت لها واحد جوج كويسات هما كتشوفهم سامبل وزوينين رويقين، هذيك الشميعة الكبيرة، هاد الشميعات صغاري، هاد البلاطو هذاك تنصوبه لواحد العروسة شحال هادي وما داتوش، دونك مهم. بغيت هنايا سلفتو لهاد العروسه هادي انها تدوز به هاد المكنهير ديالها وتعاود ترجعو ليا. باقي غادي نكمل الكميمسات ديال الحنه وصافي، وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. الله يفرحها والله يفرح يعني كاع البنيات العويقات اللي مدات يديهم الحنه، ونفرح ان شاء الله يا ربي بكل متتبعات ديولي، نفرح بهم ان شاء الله يا ربي. تنقول لكم بالسلامه عليكم وتبقاو على خير.